من جانبها، شددت السلطات الكويتية من احترازاتها الأمنية بعد رصد طائرة مسيرة مجهولة الهوية تخترق أجواءها السبت الماضي. ووجه رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك خلال اجتماع أمني القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر. شدد المبارك على ضرورة تكثيف التحقيقات وكشف ملابسات الحادث بتفاصيله كافة واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.